كلام الناس هذا الخميس يطل على مبادرتين: وثيقة احترم الدستور نعم للاقتراع خارج القيد الطائفي، أين تبدأ الحملة وإلى أين يجب أن تصل؟ وعشية رمضان وقبل الصيف والمهرجانات، وزارة السياحة تطلق عبر كلام الناس مشروع فيزيت لبنان، كيف يعود لبنان وجهة سياحية؟ من الانتخاب طبقا للدستور وخارج القيد الطائفي إلى عودة لبنان على الخارطة السياحية، محاور عديدة في كلام الناس مع مرسل غانم، الخميس 10:50 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.